ورحمة الله تعالى وبركاته. إحنا الناس مدربين على التعامل على أبسط أنواع الأرض. في ناس جاروا علينا دور واحد التحبيط، واحد المحافظة مزورة بدون وثائق، وهاد الناس يدعوا بالأرض ديالهم ما عندهمش وثيقة اللي تثبت بسبيتهم هما. جبدنا مول الأرض الأصلي، وعدات الإيرات اللي كانوا في المحافظة مول عدات الإيرات، هو مول استمرار مول الأرض الأصلية. هاد الناس يدعوا بالأرض ديالهم ما عندهمش حاجة اللي تثبت بأن هاد الأرض ديالهم. وهاد الناس تحقوا على هاد الناس، هنا هاد الناس فقراء وحنا مضروبين على الطعام من هاد اللحظة حتى يبان لنا الحل. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. يطالعوا بنا بهذا الملف هذا في أقرب وقت ممكن. رحنا ضايعين، والمحكمة ما نصفاتناش، ما عطاتناش حقوق ديالنا، والوثائق ديالنا كتسبق الوثائق ديال هاك الراجل. إن ما عندهم كاين عتات إيراد بوحدة في المحافظة، ما عندهم لا استمرار ولا جيران ولا حدود. السيد اللي كان محفظ قبل منهم دار هاد الناس جيران، والوثيقة اللي جبدنا ديال باهم هي اللي كتثبت بأن هذاك حنا هذا الناس البياضة هما جيران ديال الأصل ديال مول الأرض. والأرض عنده عشرات الهكتار، وجامع هو في تيتر 60 هكتار. بنا الناس والله وسيدنا والناس مسؤولين على هذه الحكومة وعلى هذا القطاع الخاص، بينهم يطالعوا بهذا الملك ويشوفوا الحالة ديال هاد الناس. هاد الناس يزوروا علينا في هاد المحافظة، والمحافظة راها زور، ومازال هاد الناس دزنا واحد الوقفة ديك واحد 15 من 20 يوم هادي، وهاد الناس باقي ما كان جواب. ودابا حنا مضروبين على الطعام، واقفين هاد البقعة الأرض ديالنا اللي مشات، وفي عداد ديال النساء وأرملات والناس هزلان والناس ضعفاء مساكن ما عندوش باش غادي يتحركوا، وهاد الناس تغاو عليهم. بينا الله والناس مسؤولين في هذا القطاع، والله ينصر سيدنا يطالع بنا بهذا الميل هذا في اقرب وقت ان شاء الله. شحال عندكم ديال العائله؟ وسيدي هنا حنا كاين شي 28 ولا 30 وريث، عاد كل وريث مع اربعه الناس، خمسه سته سبعه النفوس اللي معاه. وهاد الناس راه بينهم يطالعوا بنا ويطالعوا بهاد الورثه اللي مشات لهم هاد الارض. والسلام عليكم ورحمه الله. واخا سيدي شحال ديال المده وانتم عاد اعتصموا هنا مضربين عن الطعام؟ احنا غادي نبقاو متلوق على محدود، ما بلا محدود هادشي حتى يبان الحق ديالنا، حتى هاد الناس يوقفونا على هاد الملف ويجبدوا هاد الملف ويجبدوا هاد التيتر، يطالعوا به الوقت فاش داز وكيفاش داز والطريقه فاش داز. هاد الناس يدعوا بهاد الارض ديالهم ما عندهمش وثيقه اللي كتثبت هاد التير هنا بلان محطوط تما في المحافظه بدون وثائق. السلام عليكم. شهور هادي وحنايا متابعين هاد الملف، وحنا بغينا يترفع لنا هاد الضرر هذا، لان تنطالبوا بحقوقنا حنايا، ما تنطالبوش بحق شي واحد. هاد الارض هادي تنعيشوا فيها سنين، عايشين فيها والدينا وعايشين فيها حنايا، وفيها ناس معنا فيها اكثر من 28 وريث ولا 30، وحنايا متبعين هاد الملف ومازال ما بيبان لنا شو حقنا. والله ينصر سيدنا، بغينا حقنا يبان في هاد الايام، وحنا مضربين على الطعام حتى يبان لنا حقنا، وبغينا نرفع يترفع علينا هاد الضرر ويمشي، وهاد الناس هادو يتفرقوا لنا على حقنا حنا بوراقنا بالملكيات ديالنا بكل شيء ديالنا. وحنا الله ينصر سيدنا هو اللي عادي يوقف لنا هاد الملف هذا، وحنا تنطالبوا وحنا باقيين معتصمين وضاربين نضرب عندنا يضرب على الطعام حتى يبان لنا حقنا. وطالب من هاد المنبر نطلبوا الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، هو اللي باقي عندنا فيه الامل يوقف لنا على وتمشي توصل هاد الدعوه هذه، وتوصل هاد النداء يوصل ليه حتى يعرف حتى هو الراعي ديالنا، هو اللي واقف لنا على حقوقنا. والله ينصر سيدنا، والسلام عليكم ورحمه الله.